إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال فعاليات مسيرات العودة، والمبعوث الأممي يغادر عقب اجتماعه مع قادة حماس. ترامب يتهم إيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي للنفط في خليج عمان، وطهران ترفض الاتهام الأمريكي. وفي الجزائر المئات يتظاهرون وسط العاصمة للجمعة 17 منذ اندلاع الحراك الشعبي. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وعدد آخر بالاختناق نتيجة إطلاق قنابل الغاز صوب المشاركين في مسيرات العودة على طول الشريط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قد أنه قصف مواقع لحماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ على إسرائيل من القطاع مساء أمس. هذا وغادر منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميليدانوف القطاع بعدما التقى مع قيادة أو مع قادة حماس في اجتماع لم يعلن عنه في وقت سابق. وحول ما يجري في قطاع غزة ينضم إلينا أيضا من غزة الناشط الإعلامي ضياء حسن. يعني أستاذ ضياء، كان هناك أنباء عن وصول الوفدين ربما القطري والمصري بعد غد وغد أيضا، ماذا سيحمل هذان الوفدان إلى القطاع وإلى الفصائل الفلسطينية هناك؟ صحيح، من المفترض أن يصل مساء اليوم أو صباح غد على التقدير أبعد. المسؤول القطري أو نائب السفير القطري محمد العمادي الأستاذ خالد الحلدان، أيضا ربما يصل معه مسؤول صندوق التنمية القطري في إطار الحديث أو لقاء قيادة حركة حماس ومسؤولين الفنيين في شركة ومحطة كهرباء غزة للحديث حول موضوع قضية خط 161 الخاص بالتغذية الإسرائيلية لكهرباء غزة وإمدادها بمزيد من الخطوط الكهرباء. الوفد المصري سيصل للتفاهمات الأمنية الأكثر يوم الأحد، صباح يوم الأحد أو ظهر يوم الأحد سيصل قطاع غزة أيضا للقاء قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية، واضحة في صورة الإجابات الإسرائيلية التي حمل أيضا بعضها ميليدانوف اليوم في اجتماعه مع قيادة حركة حماس وبالتحديد مع الأستاذ إسماعيل هني رئيس المكتب السياسي للحركة، وضعه في صورة التفاهمات حتى أنه جاء بأوراق، حسب بعض مصادرنا جاء بأوراق رسمية حول بعض المشاريع التي ستنفذ خلال أسبوعين في قطاع غزة بشأن بعض المشاريع في المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة أو المشاريع المتعلقة بمحطة تحلية المياه ومعالجة ضياء. يعني وصول هذه الوفود ربما وصول هذه الوفود الأممية وأيضا المصرية والقطرية إلى القطاع وأيضا بعد إجراء يعني مناقشات ومحادثات في إسرائيل، هل تتوقع أن تحدث انفراجة ربما؟ ربما، واضح أن الأطراف حتى حركة حماس أبلغت ميليدانوف حسب ما علمت قبل قليل، أبلغت ميليدانوف أن الفصائل ليس لها علاقة بإطلاق الصاروخين أمس وأول أمس. من الواضح أن الفصائل معنية بإعطاء فرصة أمام الجهود التي تبذل من الوسطاء جميعهم للتحرك في هذا الملف بشكل أكبر. الفصائل معنية بالهدوء، إسرائيل أيضا معنية بتمرير الفترة الحالية خاصة مع قرب اجتماع أو الورشة الاقتصادية في البحرين الخاصة بالشق الاقتصادي لصفقة القرن. من الواضح أن جميع الأطراف معنية بهدوء، اليوم مر بشكل هادئ على الحدود 34 إصابة حتى اللحظة، جميع الإصابات بالغاز وبالرصاص المصاصي، لا يوجد سوى عدد قليل جدا بالرصاص الحي، وهما يؤكد أن جميع الأطراف معنية بالهدوء والجميع يتعامل بحذر شديد منعا لوقوع أي تصعيد كبير لا يستطيع أي طرف احتواءه في أي وقت. نعم، الناشط الإعلامي ضياء حسن كنت معنا من قطاع غزة عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. وإلى شأن آخر، حيث يجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وذلك لبحث المشاركة الإسرائيلية في ورشة المنامة الاقتصادية والتي تنظمها الإدارة الأمريكية في البحرين أواخر الشهر الجاري وفقا لما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية. يجتمع الوسيط الأمريكي ديفيد ساترفيلد مع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في إطار مساعيه للوساطة بين إسرائيل ولبنان، وذلك في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. والتقى المسؤول الأمريكي أمس رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مير بن شبات، كما وأكدت مصادر لصحيفة الجمهورية اللبنانية أن المفاوضات تسير بمنح بطيء وأن ساترفيلد لم يحرز تقدما محددا في أي من النقاط.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز لن يغلق في أعقاب الهجوم على ناقلتين للنفط في خليج عمان، وإنما وإن حدث فلن يستمر ذلك طويلا. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز اتهم ترامب إيران بالهجوم الذي وقع أمس. من جهتها قالت إيران إنها ترفض وبشكل قاطع المزاعم الأمريكية بأنها تقف وراء الهجمات. في غضون ذلك قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن بلاده تصدق وجهة النظر الأمريكية التي حملت إيران مسؤولية تعرض ناقلتي النفط للهجمات، وأضاف هانت أن بلاده ستعد تقييمها الخاص. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة وأن يقوض نظام منع الانتشار النووي. وأعلن بوتين أن روسيا كرئيس لمنظمة شنغهاي للتعاون ستسعى جاهدة لقيام المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني بتحقيق جميع الالتزامات التي تم التعهد بها. قال التحالف بقيادة السعودية في اليمن بأن الدفاع الجوي السعودي تمكن من اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي. وكان الحوثيون قد صرحوا بأنهم استهدفوا المطار وطالبوا شركات الطيران المدنية بالابتعاد عن المطارات السعودية لأن استهدافها سيستمر طالما استمر ما وصفوه بالحصار الذي تفرضه الرياض. تظاهر المئات في العاصمة الجزائرية للجمعة 17 وذلك للمطالبة برحيل بقايا النظام السابق نظام عبد العزيز بوتفليقة. ورفع المحتجون لافتات تطالب بفتح ملفات الفساد لرموز النظام السابق، وذلك في إطار الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير شباط الماضي ضد نظام بوتفليقة. وكانت المحكمة العليا قد أودعت أمس رئيس الوزراء السابق عبد الملك سلال وأيضا الوزير السابق عمارة بن يونس السجن المؤقت في قضايا فساد. قتل 28 شخصا بينهم 7 مدنيين على الأقل في قصف سوري وروسي استهدف مناطق عدة في شمال غرب سوريا أمس، وذلك وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي حصيلة جاءت رغم إعلان موسكو عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وخلال الأسابيع الأخيرة شهدت محافظة إدلب التي يسيطر عليها المسلحون شهدت عمليات قصف يومية تقوم بها القوات السورية المدعومة روسيا. أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن أنقرة سترد بالمثل إذا ما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، وذلك بسبب شرائه أنظمة الدفاع الصاروخي S-400 الروسية. وقال لوكالة الأناضول للأنباء إنه من المستحيل إلغاء طلبيات شراء الصواريخ. وكانت الولايات المتحدة قد هددت تركيا بأنها ستفرض عليها عقوبات وأيضا ستستبعدها من برنامج لمقاتلات F-35 إذا ما مضت في تنفيذ صفقة الصواريخ مع روسيا. قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي هو الوحيد الممكن لتنفيذ بريكزيت بصورة منظمة. وأضاف خلال اجتماع لمجلس الشيوخ الأوروبي والإفريقي أن خروج بريطانيا من الاتحاد كان صفقة خاسرة لكلا الجانبين، لكن على بروكسل احترام نتيجة الاستفتاء الذي أجرته الحكومة البريطانية عام 2016 على حد قوله. قال أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ستغادر منصبها، وقال إن سارة ستعود إلى ولايتها أراكانسو في نهاية يونيو حزيران واصفا إياها بأنها محاربة. هذا وتعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى انتقادات بسبب إدارتها للمؤتمرات الصحفية. سأحاول ألا أكون عاطفية جدا لأنني أعلم أن البكاء يمكن أن يجعلنا نبدو ضعفاء في بعض الأحيان. فقد كان لي كل الفخر وفرصة العمر. لن أستطيع أن أكون محظوظة أكثر بالحصول على فرصة لخدمة بلدي وخاصة العمل من أجل هذا الرئيس. أعلنت لجنة لتسوية المنازعات أن الولايات المتحدة علقت نزاعا في منظمة التجارة العالمية يتناول تعامل الصين مع حقوق الملكية الفكرية حتى أواخر ديسمبر كانون الأول. وقالت اللجنة المعنية بسماع القضية والتي تضم 3 محكمين قالت إن الولايات المتحدة طلبت تعليق النزاع في 3 يونيو حزيران الجاري، وإن الصين وافقت في اليوم التالي، ولم يتضح ما إذا كان التعليق يشير إلى ذوبان في الجليد العلاقات التجارية بين البلدين. نهاية الموجز، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء بأمان الله.